تقبل الله صيامكم. اليوم رح نحكي عن اكتشاف غير العالم وبشكل جذري، واليوم أنا بتحدث معاكم من خلاله. رح نحكي اليوم عن الكاميرا. هل تعلموا بأن الكاميرا يعود فضل اختراعها وإيجادها إلى العلماء العرب والمسلمين؟ خلينا نتعرف أول شيء شو هي الكاميرا. الكاميرا هي آلة تستخدم لالتقاط صور ثابتة أو متحركة، وذلك باعتمادا على تركيب أو عدة عدسات موجودة داخل علبة محكمة الإغلاق تحتوي على فتحة لتمرير الضوء خلال عملية التصوير لمشهد معين. مصطلح الكاميرا جاء في اللغات الأوروبية اعتمادا على مصطلح عربي وهو قمرة. ما معنى كلمة قمرة؟ قمرة هي المكان المظلم المغلق، وهي ترجمة للغرفة المظلمة التي استخدمها العالم البصري ابن الهيثم، حيث كان ابن الهيثم أول من قدم وصفاً لآلة التصوير في سياق دراسته في علم البصريات في الجامع الأزهر بالقاهرة. المزيد عبر طقس العرب ورمضان كريم.